ريك اف ام الإذاعة الأولى في تونس. سلام، أهلا أهلا أهلا. عيد الحب اليوم ولا عيد العشاق؟ هذه مناسبة خاصة جدا بالنسبة لنا في الهيئة التسييرية والهياكل الجهوية متاع على أون، خاطر هذه هي التلكيشة اللي كنا ننتظر فيها باش نقطعوا حتى نهار من الحديث على التشكيلة والحزام السياسي والتجاذبات. أنا راه البارح كي نقول لكم ما تقلقوش وكملوا معانا وعادك بها تحفل، راني أوفو نحكي مع روحي را من الاخر نصبر في روحي. يا إلهي ما أرزن ملائكتهم وما أطول حبالهم، ولكن يزيهم. اليوم عيد الحب، نحب نسمعكم واحدة من المعالم التاريخية لموسيقى الحب، خرجنا بها واحد اسمه سكريمين جاي هوكينز عام 56، ومن وقتها غناوها العشرات. أما مش اللي جيرة، نينا سيمون، إريك كلابتون وبيبي كينج، ري تشارلز، حاجتك هيك. أما توا باش نسمعكم فيرسيون أجد برشا وخاصة أشب برشا، باش تغني لكم I put a spell on you أو سأرميك بتعويذة بالفلاقي، نعمل لك البخوخو مع حفظ المقامات طبعا، والله لا يمثل. Ladies and gentlemen, this is live الرائعة Just Stone.